بالخمسينات تأسست الجمعية الرياضية النسائية في العاصمة، ولكن الجمعية هذه تعيش عديد الصعوبات. زعما شنو المشكل؟ هذه مدام هدى تستنى في بنتها إسلام تخرج من الليسي. كي تخرج من القراية إسلام تمشي تترينا. مدام هدى مرحبا بيك. وبيك عايش كوي. شفناك واقفة قدام الليسي تستنى في بنتك قبيل. أي نستنى في بنتي تروح لازم الخمس. توصلها هوني. بتبيع. هي تترينا. أي. بتبيع تترينا ونقعد نستناها حتى تروح. علاش؟ على المشاكل والدنيا ليل مقطرطه والدنيا ليل وكل ما نجمش. احنا في قلب العاصمه. فما براكاجات. فما براكاجات شيء كبير. ويظهر لي زاده بحظ مقر الجمعيه الرياضيه النسائيه. أي. اللي هي بارك الله معها منذ 1956. اي فما كما الوكر هنا. يجيوا يسكروا فيها وقداش من مرة يجي الحاكم يهز بنات وأولاد من هنا نعملوا لهم حنا هما يترانيو والبنات الصغار يترانيو. محيط مقر الجمعية يتبع بلدية تونس وهذه حالته اليوم. مشاكل كبيرة هنا. بالرغم على ذي أنت تشجع بنتك أنها تترانى. بتبيع ما نجمش نسيبها. يلزمها تترين. نحبها تترين. نحبها توصل. اي تفضل. عايشك. ودخلت مع مدام هدى لمقر الجمعية. هاي للجمعية. مرحبا بيكم. مرحبا بيكم. يعيشك. دونك احنا حبينا ناخذ فكرة شوية على الجمعية النسائية. يعني هدى قبيلة فسرت لنا شوية صعوبات الجمعية. عندها برشا صعوبات. برشا صعوبات. تلمون صغيرات قاعدين تعبين برشا. هما يحبوا يوصلوا يحبوا يحسنوا من الوضعيه نتاعهم الكل. مي عندهم صعوبات برشا سورتو في الشتاء. في الشتاء خاصه ما عندهم صاله. اي ما فماش صال كوفيرت. ما فماش جمله. هي حاجه باهيه انه لي بارون يتبعوا اولادهم في السبور. يعني مغروم انت بالسبور؟ اه برشا بالحق برشا. على ذاك بنياتنا في سبور في كل شيء. بعدهم على برشا حاجات. يبعد على برشا حاجات. صحيح صحيح. الموارد الماليه نتاع الجمعيه تقريبا ماهيش موجوده معنا الا من المساهمات تاعكم. اذا فما حاجه نقسموا نعملوا بشويه. احنا الكراء ما عندهمش والله. نقدروا عليه. شنو اسمك؟ ميران غالي. ميران. باهي مرحبا ميران. كي دخلت ترينا كنت تخيل انه الباسكيت هكا معناها عاجبتك معناها الامبيونس وكل شيء ولا تقول فما شويه نقاص؟ الغرام الحقيقه يجي كي تكون يعني فما برشا امكانيات نزيد يعني نحبها اكثر ولازم نضحي يعني. انت تضحي؟ اي انا نضحي. كيفاش؟ بالوقت بشنو؟ نضحي يعني نحاول نتفهم امور الجمعيه. امكانيات وانت متفاهمه؟ اي متفاهمه. اما نتمنى يعني تكون خير. أي. عندكم دي ديبلاسمون؟ تمشيو تلعبوا ضد جمعيات اخرى برا من تونس؟ كيفاش تمشيو؟ ساعات نركبوا مع الاولياء اللي عندهم كراو. فماش بوز تهزك؟ فماش كار؟ مش برشا. في العالم شكون مغرومه في البسكت؟ ستيفن كيري. طبعا بيدخلي زي قبله. اي ثم كوبي براينت. فما اساطير. اي ذا ليجند. مايكل جوردن مثلا. في تونس شكون؟ صالح الماجد. اون توكا بون كوراج. نتمنى انه توصلوا للحاجات اللي تحبوها وتحلموا بها لانه سبور واحد من الغاب الهايلي برشا خدمه لازم. سي معز شو المهمه نتاع المدرب تو يبدا في ظروف صعيبه شوي؟ المدرب يلزمه يتاقلم مع الوضعيات الكل فهمتني. دونك صعيب التاقلم؟ انت والصبر. كان يبدا عندك برشا صبر تنجم تتاقلم في الوضعيات الكل. انت من نوعيه برشا صبر. وسالت المدرب على القاعه المغطاه وهل وقع التفكير فيها؟ نورمالمون هذايا ما تطرحش المشروع؟ تطرح. جاو ديجا عملوا معناها البلديه نتاع تونس جاو عملوا معناها ريشيرش حبوا يشوفوا اسكو القاعه هذيا صالحه يا اخي.
خاطر ماك تعرف البلاصه هذيا وين الهلال والنادي الافريقي ولا يساف البارتيه هذيا معناها كانت صبخه. تبارك الله فايقة معناها. اي قل لي اكثر، تحب تحكي عليها ولا ايه؟ بيع هي اللي هي اللي هي بيا ديما تسمع كيجا مدام ايش؟ اسمعك تحكي عليك بالباهي هي زيد 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 برشا حاجات باهيين. اجا هون ايش؟ اجا هنا خليك هنا جست وقف التصوير لحظة. اجا هنا قدم معانا كي تحكي عليك بالباهي حبيتك تسمح لأنه مهم. صحيح أنه البارون يضحي ويعطي من وقته بتبيع. أما زادك البنية تعترف بذي حاجة هائلة بتبيع بتبيع. نحس كأني أنا نجحت في حياتي، نحب نوصلها، نحب كأني أنا نجحت في حياتي. تنجح هي؟ ننجح أنا. واضح واضح، هذا آخر نهاية الكلام بتاعي. يعطيك الصحة. كملنا التصوير في الجمعية النسائية وحاولنا ناخذوا إجابة بلدية تونس على وضعية التيران ومشروع القاعة المغطاة، لكن حتى حد ما جاوبنا. أما للحديث بقية منير تيرزي، وكما برشة ورزية في تونس يحلم أنه يطور النشاط متاعه، أما عنده مشكل مادي أساساً. هذا المشروع لليوم. هذا منير في حانوته، خدمته تيرزي وهي صنعته توا سنوات.
الو تفضل. مرحبا مرحبا بك خويا سامي. لاباس عليك؟ لاباس يا سامي. صباح لاباس. مرحبا. ربي يبارك لك عايشك. مرحبا بك. جيت شويه ولا؟ لا سي بون سافا سي بون في الوقت. مرحبا بك. والله بور لو مومون خير بي بيست بور دام فهمتني. تخيط انت نساء ورجال؟ نساء ورجال. تعمل لي روتوش والحومه الكل يعرفوك لا لا لو روتوش مش لا لا لو روتوش ما انا اصلي نعمل موداليزم نعمل لي شونطيون اي ما تعطي شويه روتوش للناس كان واحد يقول لك هز لي عطفه ولا ضيق لي هذه بالطبيعه عامه معناها الناس ربما قلت شويه الحركه على التوارزيه قلت الحركه شويه خاطر كل شيء اخو حاضر جيست يعني باش يجي يعمل روتوش يعمل تتريك في الحاجة اللي خذاها فهمتني أما كقبلك باش تخيط وتلقاك ما عادش وان بليس قامل الفريب زادا قاتل بس كل إنسان وسي أي فمقدير تلقى حاجات باهية زادا تلقى حاجات باهية في الفريب جيست يعمل الرطوش في خدمته يحس منير أنه برشا ناس تستغلوا ساعات باش تتعرف على حسابه يسمى استغلال جي تخدم له باتروناج ولا تخدم له موديل تخدم له موديل من هنا طايك هذا يمشي هو يعمل عليه غراداسيون ويخدم في بلايص اخرى ويجيك ويقول لك انا نعمل لك وانا نعمل لك وانا نحل لك الافاق وانا نعمل لك نكبر لك واختم واحد كل شيء ياخذ منك ايش حاجته ومن بعد يبدا يماطل فيك يعني وغود كاذبه فهمتني وغود كاذبه ثم الناس هكا عملوا معك عملوا معي هكا سي من اهم الحاجات اللي ما يحبهاش منير في الخدمه هي الكريدي منير فما شكون يقول لك خدم لي وتنخلصك وخاطر راك كاتب برشا حاجات الدين ممنوع مسموح فقط لمن عمره الدفع قبل اي تصير لي اللي كادو ما فما اللي يهز ويجي خلص وفما اللي يهز ما يرجع ليش ما عادش فما شكون ما رجعش بالكل فما اللي ما رجعش فما شكون يجيب لك قماش وما يرجعش فما اللي يجيب لك قماش ويذهب العام وعامين ثلاثة وبعد يجي يقول لك القماش وسألت منير راضي على خدمته؟ لا مانيش راضي على روحي خاطر انا انسان طموح ونحب نحب نوصل نحب نعمل حاجه باسمي بحكم الانسان ذي زاد شجعتني فهمتني وعطتني شحنه هكايا باش نقدم انا وياها بحكم هي تعمل الارتيزانا ما شاء الله عليها وحكينا مع حياة اللي عندها سنوات تخدم مع منير وتقاسم نفس الحلم بتطوير المشروع نحس معناها نفس الستيل قاعدين نمشيو فيه بون انا مغرومه برشا بتوسكي تراديسيونيل ريفيزيتي كي تبدا فيه توش مزيانه والكل اي قلنا بوركوا با معناها ما نخدموش حاجه معناها نعملوا نختاروا مع بعضنا نفس الكوليكسيون خرجوا مع بعضنا اي بوركوا با ما نحلوش معناها نعملوا براند باسمنا نوسعوا في مشروعنا تولي حاجه نطيعنا كوا وسالت منير وحيات قديش لازمهم باش يطوروا المشروع هذا شنو تستحق انت اليوم والله أنا اللي نستحق نحب نكبر مشروع أي شنو تستحق باش تكبر المشروع ناقصني شوية ماتريال باش تعمل شورو خاطر هي دي حانوت صغيرة معناها أوكي هي حانوت صغيرة ويخرج منها برشا حاجات باهيين وبيان سور رأس مال هكا ما يعطيك الصح تقريبا في حدود قداش ليلة الله حياة لازمك دراسة مشروع دراسة مشروع نخلي لك الوقت تعمل دراسة المشروع إن شاء الله ومتاع كسوة الله يبارك خويا الله خلينا منير مع كليوناتو وقلنا له أنه باش نرجعوا له قريب بجواب على ملف تطوير المشروع متاعو وللحديث بقية كوب سليمة أي كالعادة دا أي كالعادة حبيجة باية كالعادة إن شاء الله كان هذا كل شيء في حلقة اليوم ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك أحنا معاك ولا تبعثونا باقتراحاتكم على الادريس ميل أحنا معاك @الحوار.ان وما تنساوش احنا ديما معك